وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الدكتور فتحي الفاضلي، الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي. دكتور فتحي أهلا بك. أهلا أستاذ كريم. نعم دكتور فتحي، يعني في نهاية هذا التقرير هناك تساؤل يقول، كان يقول: هل أنصفت العدالة أهالي ذوي الشهداء والجرحى؟ وأيضا الذين تعرضوا للتعذيب، ما مصير سجانيهم؟ هل الذين سلموا للعدالة هل أنصفتهم هذه العدالة؟ وأيضا ماذا لديك لتقول عن هذه المجزرة؟ أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم أحيي أستاذ الكريم وأحيي ضيوفك الكرام ومشاهديك الكرام. حقيقة هي عملية انتقامية لأنها حدثت بعد دخول ثوار طرابلس لباب العزيزية، ما يدل على عقلية وحقد والكم الهائل من الاستبداد سبحان الله والتأليه للنفس من قبل ما يسمى بأولياء أمورنا سواء في ليبيا أو في العالم الآخر، العالم العربي باقي الدول. نعم. انتقام خلاص يا أخي، أنت سقط يعني، ما جاز تحرق شعبك كله باش تحكم. فهي أولا عملية انتقامية تدل على عقلية حقودة من قبل المسؤولين في ذلك الوقت. ثانيا أستاذ الكريم، أفراد الكتيبة اللي نفذتها، كتيبة خميس ابن نعم. الأخ القائد معمر القذافي، ولازال جزء منهم كبير يقاتل مع خليفة حفتر اليوم. نعم. يعني هل نعتبرهم جيش؟ يعني هل يحق لهم أن يكونوا ضمن القوات المسلحة التي نطمح إليها ونحلم بها بعد ثورة 17 فبراير؟ الذين نفذوا مجازر بوسليم وقتلوا وذبحوا وجمعوا الجثث وحطموها وطحنوها مع بعضها، رموها في البحر وحرقوها، نفس الممارسات، هل يحق لهم أن يكونوا في جيشنا بعد ثورة 17 فبراير ونسميهم قوة مسلحة مجرد أن قادر على حمل بندقية والقتال لا أكثر ولا أقل؟ أم أننا نريد قوات مسلحة ولاءها بعد الله سبحانه وتعالى للوطن؟ ليس ولا يقول لك أنا عبد مأمور أمر، لا، أنت عبد مأمور إلى حد معين، بعدها أنت عبد مأمور من الله سبحانه وتعالى مش من البشر، وخاصة لما تأتي لسفك الدماء والقتل وما إليه. العدالة لم تنصف هؤلاء الناس، لأن القادة اللي كانوا باقيين كقيادة لليبيا عندما حدثت المجزرة ما زالوا أحياء. نعم. ولم يحاكموا. نعم. يعني مسؤولين كلهم معنويا وغير معنويا، المنفذين أسماءهم موجودة في اليوتيوب، موجودة في التقارير، موجودة في المقالات، أسماء الذين نفذوا العملية بالحرف الواحد ومناطقهم موجودة. لكن في نفس الوقت المسؤولين في ذلك الوقت مسؤولين على ليبيا هم أيضا يحاسبوا. نعم. كل من كان مسؤول في ذلك الوقت يحاسبوا فيهم على جرائم أخرى لا علاقة لها بمجلس يرموك، بينما هو كان قائد في ذلك الوقت يستطيع أن يأمر وينهى ويستطيع أن يمنع أو يدفع بمثل هذه المجازر. نعم. فلذلك أستاذي الكريم لم ينصفوا على الإطلاق ولن ينصفوا، يعني هذه جريمة بأي شيء سينصفوا، يعني بدية، بسجن، بإعدام من نفذ الجريمة. لا زالت تصبح هذه الجريمة جريمة شنعاء، نكرة نكرة نكرة، تدل مرة أخرى على العقلية العسكرية. بعض إخوتنا في الشرق وفي بعض مناطق الغرب والجنوب يقول لك لا، يجيب لنا حكم عسكري ينظم لنا البلاد. ها حكم عسكري 42 سنة نظم لك البلاد؟ يوم اللي انتفض عليه الشعب، اللي حطوهم في حاوية، حطوهم في الخمس، اللي حرقوهم في اليرموك، اللي المدن اللي حوصرت، اللي دمرت، اللي قتلت، لأن عقلية لا يفهم إلا القتل والدمار كما يفعل خليفة وغيره، حتى العسكريين اللي برا من ليبيا الذين يحكمون دول أخرى. نحن مش لأن خليفة عارفين هبل خليفة متخريط وكذا، لكن هذه هي العقلية لا تفهم إلا القتل والدمار ولا تعرف في البناء. وهذا هو مثل خرج عليه الشعب، حرق الشعب، ما عندهش المشكلة يحرق الشعب، يدمره، يحرق البلاد وما إليه. نعم دكتور فتحي، المتابع للأحداث يرى بأن ما قام به القذافي الطاغي القذافي، ما قام به في عهده المنصرم، يقوم به الآن أو تقوم به الآن ميليشيات مجرم الحرب حفتر، فما وجه الشبه بينهما؟ يا سيدي نفس المدرسة ونفس العقلية المتخلفة، لا فرق على الإطلاق. الحرق، حرق جثث في بنغازي ولا لا، جرجرة التجول في المدن بجثث الحامي، لو تعرف في أوسط التسعينات لما قتل الحامي أخذوه في السيارة ويدهروا به في بنغازي في 95 أو 96 أو 97 ولا لا. نعم. تجولوا بجثث الثوار، لما قلت لهم الثوار اللي دافعوا على مدينة بنغازي من الرتل اللي جاي، من الرتل اللي جاي ولا بيقتلهم، بيقتل أهالي بنغازي، شباب دافعوا عليها قتلوهم على يد الإمارات والسعودية ومصر، فرحوا الناس وحطوهم على سيارات وفرحانين بهم يجولوا في مدينة. نفس المدرسة، مدرسة التجول بالجثث، مدرسة حرق الجثث، مدرسة حرق الناس،
مدرسة الشنق وجرجرة الجثث وما إليه، نفس العقلية. الصراع بين ثورة 17 فبراير وعقلية النظام السابق سواء تمثلت في شخصية حفتر أو غيره ما زالت قائمة حتى يومنا هذا، لا زالت حتى يومنا هذا المعركة لم تنتهي بين ثورة 17 فبراير وبين العقلية الدموية السادية البشعة تاع النظام السابق. نفس المدرسة سيدي الكريم، نعم. مدرسة الجرجرة ونبش القبور وحرق الجثث وشنق الموتى وحطهم في حاوية يقتلهم وكركرهم، هذه هي المدرسة التي جاءت من أجل ثورة 17 فبراير. ثورة 17 فبراير نتيجة وليس السبب، نتيجة لهذا الاستبداد، نتيجة لهذه الدموية، نتيجة لهذا القمع، نتيجة لهذه السادية التي لم نراها حتى في القصص الخيال. لذلك جاءت ثورة 17 فبراير، فهي نتيجة لتلك الأسباب. الجميع يقول لك شوفوا النتائج التي أدت إليها ثورة 17 فبراير، ثورة 17 فبراير نفسها نتيجة لذلك الاستبداد. ويجب أن يحقق مع الناس مرة ثانية اللي كانوا مسؤولين في ليبيا في تلك الفترة، مع المنفذين في جميع الجرائم بدون استثناء، سواء اليرموك أو الحاوية أو جميع الجرائم التي قامت بها سواء النظام السابق أو سواء ما يقوم به الآن ميليشيات المتخلف خليفة حفتر وأعوانه وما إليه. راجل ميت مقطع، شوف يا أخي الكريم بالله عليك السادية الدموية، جس تذكرت الآن 12 شاب أسير اللي سلموهم مقطعين أعضاهم ويديهم وما إليهم، ما هذه العقلية سيدي؟ نفس المدرسة، نفس المدرسة يا سيدي الكريم اللي حرقت الجثث في اليرموك واللي حطت الناس في الحاويات واللي تتجول بالجثث في بنغازي واللي تحرق في الجثث واللي تشنق وتكر فيه وتتأرجح بالجثث واللي تجرجر في الجثث واللي تحط ناس ميتين في ثلاجة لمدة 27 سنة، نفس المدرسة التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير تقضي عليها. مرة أخرى الصراع مازال قائم ولا بد أن ينتصر الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يفرض نفسه، هؤلاء الأفراد المعزز 32 وبقايا ما يسمى بكتائب القذافي تسميهم لي جيش؟ هل يحق لهم أن يبقوا في جيشنا القادم بعد ثورة 17 فبراير؟ جريمة خشيبة يا رجل يندى لها جبين الضبع، يندى لها جبين الحجر والشجر. خشيبة كتيبة كاملة بتاع محمد المقرف أو فرقة منها، فرقة من كتيبة محمد المقرف، تكركر في إنسان وتمزط فيه وتقطع فيه وتحوله دبشة وتعريه وتحط على شجرة وتقطع يا راجل. نفس المدرسة، نفس المدرسة، والصراع قائم. الصراع قائم بين العقلية المدنية التي تريد أن تبني دولة مؤسسات وبين العقلية المتحجرة المتخلفة، لا فرق على الإطلاق. وسيستمر الصراع إلى أن يثبت الله الحق. 12 أسير يقطعوا فيهم يا رجل الحيوان، ما يدرهاش في حيوان، الحيوان المفترس يأكل ويسيب بلني، هذوم يقطعوا لك ناس بشر مسلمين أسرى، أسرى يا رجل، يعد يقطعوهم ويلوثوا جثثهم ويشوهوا الجثث ويسلموهم موتى يا أخي الكريم. ويقول لك والمصيبة السوداء، هناك أصوات تقول السلام والهدنة مع من؟ مع هذه العقليات اللي تحرق في اليرموك واللي تعرف في الحاويات واللي تدير في خشيبة واللي دارت ما دارت في الليبيين، هذه عقلية واللي حطت البشر في الثلاجة، نفس العقلية، نفس الأشخاص، نفس ما يسمى بالدولة العميقة وهي دولة عقيمة، نفس العقلية ما زالت قائمة والصراع قائم بين ثورة 17 فبراير وبين هؤلاء العقليات أستاذ الكريم. ويجب القضاء عليهم دون شك حتى نستطيع أن نفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية حضرية متمدنة. نحن بيننا وبين أوروبا ربع ساعة يا رجل، ربع ساعة بالطيران بيننا، نحن في القرن العصر الحجري وأولئك الناس نص ساعة بيننا وبينهم القرن 21. نعم نعم. الدكتور فتحي الفاضلي الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي، كنت معي في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. الشكر.